فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال الإمام سووا صفوفكم واستوت بعض الصفوف دون بعض، فهل تكون صلاة كل المصلين ناقصة أم من لم يسوي صفه فقط؟ تكون صلاة من لم يسوي صفه ناقصة، أما الذي سوى صفه وعمل بالسنة ليست ناقصة إن شاء الله. نعم، ولكن الإمام لا يستعجل ويكتفي ببعضهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.